هلو تريدرز، اليوم رح احكي عن ستوب لوس، شو هو وكيف بنستعمله. الستوب لوس هو ليفل معين او نقطة معينة على الشارت بنحطها نحن كرمال اذا وصل البرايس مطرح هيدي النقطة اللي حاطينها نحن. اكيد لو كنا بسل او كنا بباي ومشيت الماركت بعكسنا، بس يوصل لهيدا الليفل بتوقف التريد، بنكون نحن يعني حددنا حجم الخسارة اللي نحن معقولة يعني نتكبدها من وراء هيدي التريد اذا مشيت بعكسنا. شو يعني ما نحط ستوب لوس؟ ما نحط ستوب لوس يعني انت عم تعرض كل الاكاونت تبعك للزوال من ورا تريد وحدة، لانه الماركت باي لحظة معقولة تتحرك 100 او 200 بيب بعكسك، في حال طلع شي نيوز او شي خبرية او شي استقالة او حيالله شي يعني كارثة طبيعية ما حدا بيعرف يعني شو بيصير بالعالم. من هيك لازم على طول ينحط هالستوب لوس، لازم على طول ندلنا نحنا عم نشتغل على الاستراتيجية تبعيتنا اللي معودين عليها، على الخطة اللي وضعناها من بعد خبرة كذا سنة اكيد بالتريد. ما نغير خطة كل ما وقعنا بخسارة او درو داون، لانه حيلا استراتيجي قد ما كانت منيحة بوقت من الاوقات ما بتمشي، او بوقت يكون في نيوز او وقت يكون في الماركت بطيئة او سريعة، كل تريد معقول تكون يعني بتمشي بوضع معين. فايام الماركت بتكون عم تمشي بعكسنا، من هيك لازم نعرف نحنا ايمتى نفوت بتريد وايمتى نتفرج بس على الماركت، ما نخاطر بالكابيتال تبعنا كرمال ربح بسيط. فمن وراء التجربة الستوب لوس شغل كتير 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 مهمة، ولازم على طول نحط ستوب لوس. هلأ المشكلة بالأكاونتات الصغيرة حسابيا لازم يكون الستوب لوس قريب، وهون من وراء هيدي الشغلة منشوف التريدرز الأكاونت تبعهم صغير ما بيحطوا ستوب لوس، لأنه على طول بيوصل الماركت للستوب لوس قبل ما ترجع تكفي مثل ما لازم تكفي هي، او بطريقة اللي هن فايتين فيها بتريد كرمال يربحوا، ومعقولة تنجح معهم هيدي الطريقة كذا كذا تريد لا وقت ما يكونوا مش متوقعين او تتحرك الماركت بطريقة سريعة. مثلا مثل ما نشوف هون على الاكونت على البير باوند يو اس دي، منشوف هون كانت نازلة الماركت نزول، كان صار لها فترة عم تنزل، اوكي عم تعمل لور لو ولور هاي، اوكي الى هون مثل ما نشوف هون حتى ما وصلت على الريزيستنس اللي كلنا حاطينها نحنا، اوكي من بعد نيوز معينة بتبلش تركض الماركت طلوع، ومنشوف قديش الكاندلز كانوا طوال وقدي طلعت بسرعة، عملت هون ريتست لهيدا الريزيستنس، طلعت عملت ريتست للريزيستنس التاني، صارت اول ريزيستنس هون سبورت، وطلعت هلا عم تعمل ريتست للريزيستنس التاني. بس مثل ما شفنا هون قديش طلعت الماركت بسرعة من وراء نيوز، اوكي يعني نحنا كنا مثلا لو كنا هون بسل ناطرينها لتوصل على السبورت تبعنا كرمال ناخد باي،
اوكي اكيد. يعني هون كنا خسرنا التريد تبعيتنا، واذا ما كنا حاطين ستوب لوس بيطير الاكونت تبعنا. فمن هيك بقولكم على طول استعملوا ستوب لوس وتريد سيف، وانتل نيكست تايم جربوا تعلموا قد ما فيكم قصص، invest in education and may the market go with you.